محظوظ بصراحة أنه أكون على هذا المسرح العظيم، وأكون أعتبر نفسي أنه جدا يعني سعيد، وأنه أنا ألتقي مع هذا الجمهور الرائع اللي دائما هو كان وراء كل الإبداعات اللي موجودة في الموسيقى اللي نحاول نرتقي بها إلى مستواهم الجميل. نحاول أيضا نأخذهم إلى عالم من الرومانس الجميل، من الحلم، شوية نهرب من واقعنا. وأعتقد هذه العلاقة صارت أكثر من رائعة مع مهرجانات بيت الدين. في غنية جديدة اليوم كاظم؟ لا، اليوم الأغاني الألبوم الجديدة كلها حتكون على المسرح. أول مرة تقريبا نغني على مسرح بيت التين. طيب، بعيدا من هون، كلمة للشعب العراقي بعد تحرير الموصل. لا، أنا نزلت الكلمة اللي 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 كانت جواي يعني، واللي كانت إنه ضميري، إنه رأسا، إنه حتى علي إنه رأسا أقولها بشكل أسعدني جدا يعني، أسعدني، حسيت نفسي إنه أنا في الموصل.